لسه كتير يا فتحي؟ قربنا. شايف حد هنا؟ زمانهم على وصول. بعد العربية لحد ما تجي لك. يلا بينا. استنى هنا. جيت في ميعادك بالظبط. أنا مواعيدي دايما مظبوطة يا بطل بيه. وأنا بحب كده. وحس ان دي هتبقى فتحة خير وهيبقى في بينا شغل كتير قوي. من القلب للقلب يا مدكول بيه. الفلوس فين؟ الدولارات فين؟ الدولارات جاهزة. الفلوس جاهزة. هاي اللي مذكور بيه ده اللي يشوفهم ما يفرقهمش على الاصليه خالص. احنا هنقضي الوقت كده ولا ايه؟ مش نسلم ونستلم بقى ونخلص ولا هنفضل نتكلم كتير؟ لا في دي عندك حق، كفايه كلام لحد كده. ايه ده؟ ما تكون عبد الفتاح انت مقبوض عليه. We'll be right back.
اديني دقيقتين بس يا فتحي. الجن الازرق هيعرف ان الفلوس دي راحت فين. كده الهارد ديسك يبقى ابيض يا ورد. يعني مفيش حد هيقدر يوصل لمكان الفلوس دي الا لو معاه رقم السري اللي انا عملته. برافو عليك يا اكرم. يلا بينا. يلا ايه؟ استنى يا فتحي. والفلوس اللي في البنك دي، ده انت اي خزنه مش هتاخد في ايدك دقيقه. احنا جايين لهدف محدد. واي تغيير على الهواء في الخطه هيسيب ورانا خيط، وانا مش عايز كده خالص. يلا بينا. واقف كده ليه؟ في حاجة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك واقف كده ليه؟ أبدا يا باشا. في واحد بس عنده غيبوبة سكر جايين ناخده وماشيين على طول. ماشي، السيركل على جنب. اطلع. طمنا يا فتحي، الدنيا مشيت ازاي جوه؟ عينا باللوز. قولي، عربية البوليس دي كانت عايزة منك ايه؟ ابدا يا سيدي، كان عايزنا نركن على جنب. باين والله. برافو عليهم، زي ما احنا بنشوف شغلنا صح، هم كمان لازم يشوفوا شغلهم صح. اطلع. تربو حبيبي يا تيحو، اول ما هستلم الفلوس ابقى اجيب لك نصيبه. ماشي يا تيحو، يلا انطلق. اشوفكم على خير. سلام يا حبيبي. سلامك يا تربو. سلام يا ده اكرم. سلام يا فتحي. سلام يا حبيبي. اكرم، ايه؟ بقول لك ايه، هات رقم تحويل الحساب. اوه، كنت هنسى. هو الورقه دي بتضيع منك يا فتحي، دي فيها الخلاصه. الورقة دي لو ضاعت مش هنلاقي فلوس. خافش على اخوك، يلا انطلق. سلمني على ميرفت مراتك. يوصل يا كبير.
يا ديزي وحشتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ خلاص بقى؟ خلاص؟ والله انا عارف ان انت اوفى من ناس كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده. استنى استنى اعشيك حالا. تعال 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 عيش حياتك يا عم. ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟ قلقت عليا عشان اتاخرت شويه ولا ايه؟ انت اخدت الفلوس اللي انا كنت شايلها في الدولاب؟ انت صاحيه لحد دلوقتي عشان تسالين السؤال الاهبل ده؟ رد عليا يا اكرم. اخدت الفلوس اللي انا شايلاها؟ اخدتها. خير، فلوسي وانا حر فيها. لا مش حر فيها. ما تنساش ان انا مراتك وليا حق زي زيك في الفلوس دي بالظبط. اقدر اعرف صرفت الفلوس دي في ايه؟ جرايه يا ميرفت، انت هتحققي معايا ولا ايه؟ خسرتها على القمار كالعاده. طز ايه يعني؟ بكره هاخد من فتحي فلوس عمليه الليله وبرضه هضيعها على القمار. وبعدين معاكي انا جاي تعبان وعايز انام، مش طالبه نمر خالص. ده انت عليكي تصرفات تخنق يا اخي. يا اخي حرام عليك، حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. انت ايه، ما عندكش احساس بالمسؤوليه؟ مسؤوليتي؟ انت ليه محسني ان انت كنت شغاله في التربيه والتعليم؟ انا جبتك من الكباريات واتجوزتك يا هانم. يا اخي يا ريتها دامت، احسن لي مليون مره من العيشه اللي انا عايشاها دي. ايه، حنيتي للكباريه وسط كبايات لك يا روح امك؟ عيب عليك لما تقول لمراتك كلام زي ده. بس مش غريب عليك، ده انت تقول كلام اخطر من كده كمان. وعموما الكباريهات والرقص للزباين احسن مليون مره من العيشه دي. تكونش فاكر نفسك راجل، ده انت أوبرتاجي وحرامي. اخلصي، انا ارجل منك ومن ابوكي. هتطلع شغل العوالم ده عليا؟ ان كانت امك ما عرفتش تربيكي انا هربيك انت امك. طلعني يا اكرم، طلعني وارحمني. لا هطلعك ولا ارحمك. وريني اخرك اعلى ما في خيلك الكبير. دي مش عيشه يا اخي، دي عيشه سودا. انا هسيب لك البيت وبشوف هترجعني ازاي. في 60,000 داهيه يلعن ابو شكلك، ده انت تقرف الكلب.
عارفه الساعه كام؟ انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ وانا من امتى بيجي لي نوم قبل ما اشوفك واطمن عليك؟ ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا باشا؟ ما انت عارفه شغلي ما بيرحمش. انت اللي ما بترحمش نفسك. الشغل عندك اهم حاجه في حياتك، اهم مني ومن سوها كمان. لا 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 لا، انت عارفه كويس قوي ان انت وسوها اغلى حاجه عندي في حياتي كلها. ايوه كل بقى علي حلاوه. ما انت عارف اني عبيطه وبحبك وبصدقك. وانا بموت في عبطك ده وبموت فيك. مامي الحقيني يا مامي. سهى 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 مالك؟ سهى مامي عايزه دمي. الحقيني يا مامي الحقيني يا مامي. يا حبيبتي انا مامي انا مامي انا مامي حبيبتي. انت مش عارفين حبيبتي انا مامي. اهدي يا حبيبتي خدي اشربي اشربي بس. احكي لي ايه اللي حصل؟ كان بيضربني كان بيضربني انا وماما وانا كفايه يا بابا كفايه. لكن هو فضل يضرب فينا كان عايز يقتلنا انا وماما. بس ده كابوس ده كابوس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كابوس. سوا يا حبيبتي طول ما انا جنبك يا حبيبتي ما تخافيش ما حدش هيقدر يعمل لك اي حاجه ولا يزيكي. شفتي بابا بيقول لك ايه؟ اطمني ما حدش هيقدر يقرب لنا طول ما هو موجود. قولي له ربنا يخليك لي. يلا حبيبتي نامي يا حبيبتي انا جنبك ما تخافيش. البنات الحلوين يقروا الفاتحه الاول. يلا حاضر. يلا حبيبه ماما. يلا غمضي عينيك يا حبيبتي. الدنيا طارق سهى صعبان عليا قوي. ما تتصورش هي شافت قد ايه. الله يسامحه باباها كان بيتفنن في تعذيبها وتعذيبي. معلش يا حبيبتي الحمد لله ربنا رحمك منه من شره. عقاب ربنا فعلا انه يفضل كده هربان العمر كله. بس ربنا يستر وما يرجعش تاني. كان ايه؟ أنا قلت لك أنا رايح مليون مرة. طول ما أنا معاكي اوعي تخافي واوعي تشيلي هم أي حاجة. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا يا رب. طارق لازم تصدقني لما أقول لك إن أنت فعلا هدية ربنا ليا. حبيبتي ربنا يخليكي ليا أنت وسهر. إيه بقى؟ إيه؟ هموت من الجوع. في حاجة؟ آه آكل. حاضر اغير هدومي ونتعشى احلى عشاء. يلا. ده انا صاحيه من بدري ومجهزه الفطار وقلت اسيبك تنام شويه عشان راجع انت وش الفجر. وانا كمان ظبطت المنبه خفت اتسوح اروح الشغل متاخر اسمع لي كلمتين من ستارق. هو طارق ده مش ناوي يرحمكوا شويه ويرحم نفسه؟ هو وراه ايه غير الشغل؟ احنا نتعب ونشقى وهو يترقى على قفانا. يلا ربنا يقويك. قوم يلا اغسل وشك وحصلني على طول عشان نفطر سوا. وراك يا جميل. خرجت للصالة وما لقيتكيش كنت واثق ان انا هلاقيكي هنا. ما انت عارف ان انا بحب البيت كله يبقى مترتب ونضيف. لا وبالذات الاوضة دي. فاكر يا معتز؟ فاكر اول ما اتجوزنا عملنا الاوضة دي على مزاجنا علشان نستقبل فيها اول مولود لينا. انت ليه بتقلبي المواجع يا حنان؟ ما انا قلتلك لا انا ولا انت لينا يد في عدم الخلفة. ما هو ده اللي معذبني.
لو يبقى في سبب، سبب واحد بس. يا حنان انت بتعذبي نفسك وتعذبيني معاكي، كفايه بقى اللي انا شايفه في الشغل، مش هيبقى عذاب هنا وهناك. خلص بقى يا معتز، ما تخلينيش اندم اني دخلت الاوضه وانت موجود في البيت وعملت لك مود وحش وانت نازل الشغل. يلا بينا، يلا بينا نخرج بقى. يلا ده حتى المدرسين بتوعها لاحظوا انها دايما منطويه ومش عايزه تتكلم خالص. بالعكس يا نورهان، انا شايف ان هي بتتحسن شويه بشويه. انا مش شايفه كده، انت مش قاعد معانا طول الوقت، انا شايفه ان حالتها بتسوء يا طارق. يا نورهان ازاي يا حبيبتي؟ انت ناسي اول ما اتجوزنا ما كانتش بتتكلم خالص. فعلا. طيب انا متاكد ان هي مع الوقت هتبقى كويسه. يا ده انا اتاخرت على الشغل قوي. اتاخرت ده ايه؟ ده انت راجع امبارح وش الفجر. بسرعه يلا بالهنا والشفا. ايه ده؟ انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ لا انا قاعده طول النهار لوحدي، ممكن اكل في اي وقت، المهم كل انت، انت اللي بتشقى وبتشتغل واوقات كتير قوي بتنسى نفسك. على رايك والله، الواحد شغال في شغلانه تنسي الواحد اسمه. اهم حاجه انك تاخد بالك من نفسك. انا ماليش حد في الدنيا غيرك. ربنا يسترها يا حبيبتي. ويخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انا النهارده هخرج شويه اقابل نورهان لاني بقالي كتير ما شفتهاش وحشاني. والله نورهان دي شهيده ستارق، لانه عايش لي في الدور على الاخر. والله اي واحده متجوزه ضابط بوليس الله يكون في عونها. واسالنا انا. اهلا يا سعاده الباشا. جماعه صاحيين ولا نايمين؟ صاحيين يا فندم في الجنينه. اتفضل. بتطقطق ليه؟ ده بابا. مش كل ما يجي تاخد بعضك وتمشي قبل ما تقعد معايا؟ عشان خاطري، عشان خاطري يا طارق، عشان خاطري يا حبيبي. معلش معلش. اهلا اهلا يا بابا. ده الدنيا كلها نورت يا حبيبي، وحشتني وحشتني موت. وحشتك يا بكاشه. طب كنت سأل عليا؟ انا لو عليا اجي اسال عليك وما سيبكش لحظه واحده، بس معلش انت عارف بقى ظروف سهى. وهي عامله ايه؟ اهو الحمد لله كل ساعه في حال. ها القهوه في ساعه. يا طارق اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله ماشيه. شكلك كنت ماشي يعني، بس اكيد هقعد محرك شويه طبعا. لا 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 مفيش داعي، انا ما بحبش المجاملات الخايبه دي، انا صاحب بيت ومش غريب. في دي عندك حق يا باشا، حضرتك صاحب بيت فعلا. طيب خلاص روح شوف شغلك وانا قاعد مع نورهان شويه وبعدين هطلع على المجموعه. بعد اذنكم. يا حبيبي هطمن عليك اول ما توصل ان شاء الله. ها اقعدي مع بابا. خد بالك من نفسك. ايه يا بابا؟ حبيبي. يا بابا على فكره ده جوزي. وبعدين حضرتك هتفضل لحد امتى تعامل طارق بالطريقه دي؟ وانا بعامله كويس جدا. اعامله ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ انا بعتبره شربه ولازم اشربها للاخر عشان خاطرك يا ستي وخاطر سوا. شربه؟ لا انا شايفه ان حضرتك غلطان. لازم تبقى عارف حضرتك ان طارق انا ما حبيتش في الدنيا ولا هحب بعده. ولما وافقت اني اتجوز شكري قلت حاضر وسمعت الكلام. عذبني وراني الويل انا وبنتي. كفايه قوي ان طارق وافق انه يتجوزني بعد كل اللي حصل. اسمعي يا نورهان، انا لما جوزتك شكري ده كان عشان مصلحتك، لكن للاسف طلع ندل وجبان ونصاب سادي، بس انا دفعته الثمن غالي قوي. ما تنسيش ان انا وافقت انك تتجوزي الجدع ده المنفوخ على الفاضي. بس انا بحبه ومرتاحه معاه ونفسي بقى تشيله من دماغك يا بابا. حاضر يا ستي هشيله من دماغي، هشيله من دماغي خالص. المهم دلوقتي سوا عامله ايه؟ الحمد لله بقت كويسه، يوم كده ويوم كده، مع الوقت هتتحسن. ميرسي قوي يا امينه. بصي طارق بتاعك ده يا ترى بيعملها كويس ولا لا؟ طارق مفيش احن منه عليها يا بابا. نعم مفيش احن منه عليها يا بابا. ما لازم يبقى حنين غصب عن اللي جابوه، لازم يبقى حنين من يوم ما اتجوزك وهو عايش في خيرنا، لازم يبقى حنين. يا بابا حرام عليك، ليه مصر كل شويه تفكرني بالفلوس؟ على فكره
اللي بيني وبين طارق اكبر واعظم من كده بكتير. ما تبقيش عبيطه بس، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك انت. خدي، انا جددت لك الفيزا علشان ما تحتاجيش لحد، ما انا عارف ان الباشا بتاعك مرتبه على قده بيقبض ملالين. بابا من فضلك، انا ممكن قوي اعيش بمرتب طارق وما احتاجش اي حاجه من حضرتك. بلاش هبل وشغل عيال، امسكي. ربنا ما يحرمناش من حضرتك. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح الخير يا طارق، تعال اقعد يا بطل اقعد. انا مبسوط منك قوي من العمليه بتاعت امبارح. احنا تلامذتك يا سليمان بيه. تلامذتي ايه بقى، ده انت عديت. انا عارف ان ما كانش سهل ان مدكور عبد الفتاح حسنين يثق فيك ويامن لك، بس برافو عليك انك قبضت عليه وهو متلبس. الاهم من كده يا فندم ان احنا سجلنا له كل حاجه صوت وصوره، يعني المره دي مهما عمل مش هعرف يطلع منها. برافو عليك. بص بقى، الحكايه دي خلصنا منها ودلوقتي هي ايه في ايد النيابه، عايزين نبص للجديد. سمعت على الحادثة اللي حصلت امبارح بالليل؟ حادثة ايه يا فندم؟ سرقة البنك. يا سليمان بيه، وانا من امتى بشتغل على القضايا الصغيرة دي؟ مفيش حاجة اسمها قضية صغيرة. الجريمة جريمة مهما كان حجمها. ممكن تبقى من بره تبان سرقة بسيطة، لكن الحقيقة غير كده. غير كده ازاي يا فندم؟ يعني الجماعة دول دخلوا البنك وخرجوا من غير ما يسرقوا ولا مليم. يعني الاقتحام كان غرضه حاجة تانية خالص. ايه غرضه؟ ده السؤال بقى اللي مطلوب منك تجاوب عليه، بس بالراحة بقى من غير شوشرة، والدنيا مش ناقصة برجلة. تمام سعادتك، اعتبر سعادتك الموضوع منتهي. هنوصل للي اقتحموا البنك ونعرف اقتحموه ليه ونقبض عليهم في أسرع وقت. المهم التباني بالأخبار أول بأول. من غير ما تقول يا باشا، بعد إذن سيادتك. اتفضل. الشاشة ما تسود. ناس واقفة. كبر لي الصورة. كبر كمان. آخر تكبير عندي يا فندم. يا ولاد الإيه؟ لو شوش ولا بصمات ده بساط مسلح. ده عملية مدروسة كويس قوي. يا فندم الناس دي عارفه هي بتعمل ايه بالظبط، وبتخطط وبتنفذ تخطيط ما بيخرش الميه. المهم يا فندم، احنا هنجيب الناس دي ازاي؟ معتز تستجوب بواب العماره اللي فيها البنك، وسكان العماره والعمارات اللي حواليها، جايز يكون حد شاف ولا سمع اي حاجه، وتتابع تقارير المعمل الجنائي وتجيب لنا منها نسخه. تمام سعادتك. وانت شريف، تجيب بتوع الدوريه الراكبه تستجوبهم، وتتابع عربيه الاسعاف المسروقه، عايز اعرف اتسرقت ازاي وامتى، وتابع لانهي مركز اسعاف او مستشفى. حاضر. وبالمره بقى تجيبوا لي ملفات كل المسجلين خطر اللي عملوا اي عمليه سطو مسلح في السنه اللي فاتت، وتعرضوا الصور دي على البواب، جايز يتعرف على حد فيهم. واعملوا حسابكم يا ساده، مفيش حد هيروح غير لما تجيب الناس دي. مفهوم؟ تمام سعادتك. مفهوم يا فندم. هتروح مني فين؟ هعرفك وهجيبك. Thank you.
تعال خش. انا كنت خايف تكون لسه نايم. لا انا صاحي من بدري. امال فين ميرفت؟ مش متعود يعني ان انت تيجي من غيرها. انا بعمل شاي، اعمل لك معايا؟ مش عايز. مالك؟ ما نمتش طول الليل. وايه اللي ما نايمكش طول الليل؟ ميرفت يا فتحي، ميرفت هتجنني. تاني يا اكرم، انت مش ناوي تعقل انت ومراتك بقى؟ يا عم هي اللي مجنونه، بتعمل من حبه قبه، ما بتفهمش. انا مش فاهم، كل يوم خناق ونقير؟ ايه ما بتزهقوش؟ دي وليها نكد، ده مفيش يوم بيعدي غير لما بتحرق دم. والله يا عمالك السودا دي هي اللي تحرق دم بلد. عمالي السودا في ايه يا فتحي؟ اقول لك، قلت لك ما تتجوزهاش، دي رقاصة وبتاعت كبريات وملهاش أمان، وما سمعتش كلامي. ومش كده وبس، ده انت شبطت فيها زي العيل الصغير ودخلتها وسطينا وعرفتها عننا كل حاجة. ها ايه رأيك؟ بحبها يا فتحي، اعمل ايه طيب؟ العشق ده لعنة ابن جزمة. بعدين عايزني بقى اعمل لك انا ايه دلوقتي؟ يا عم مش عايز حاجه. متأكد؟ عايزك تروح تكلمها يا فتحي، خليها تعقل وتهدى، قول لها اني هبطل قمار وهبقى كويس معاها، هديها كل اللي هي عايزاه، وقول لها اني بعشقها، ما اقدرش اعيش من غيرها. طالما انت كده واقع على بوز اهلك، ما تروح تقول لها انت البقين الحمضانين دول. ما ينفعش يا فتحي، ما ينفعش. ميرفت بتحترمك وبتخاف منك، بتعمل لك حساب، مش هترفض لك طلب ابدا. عشان خاطري يا فتحي ارجوك، انا روحي معلوله، خليها ترجع. هروح لها واكلمها، بس اعمل حسابك دي اخر مره هتدخل ما بينكو، ولو ولعتوا في بعض وجيت تعيط لينا زي العيل الصغير هطردك. انت فاهم؟ اوعدك ان دي اخر مره. هي فين دلوقتي؟ انا صحيت ما لقيتهاش في البيت. ايوه يعني هتكون فين؟ أكيد راحت لأمها الغولة. والنبي يا فتحي اتصرف. حاضر يا أكرم، هروح لها عند أمها وأكلمها وهتروح البيت تلاقيها، ربنا يشفيك من لعنتها. ربنا يخليك ليا، ربنا يا أخويا، ربنا ما تتجوز وأنا اللي أقعد أصالحكم. أوعى تتجوز يا فتحي والله يا عم. خلاص فكت بقى. فتحي يا نعم. ميرفت هنا.
ايوه. هي فين؟ في الاوضه جوه ومش عايزه تقابل حد. تعالى هنا، انت رايح فين؟ يلا يا ميرفت، لم حاجتك وعزالك، خلينا نمشي من هنا. امشي من هنا على فين؟ على بيت جوزك. انا مش هرجع لاكرم تاني يا فتحي، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. عيب، اكرم بيحبك، ما يقدرش يستغنى عنك. الحب لوحده مش كفايه، لا بياكل ولا بيشرب، بعدين اللي فيه ضايق عمره ما هيبطله، واخوه خلاص القمر لحس دماغه. انا هتكلم معاه واتصرف معاه بطريقتي. انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا؟ ما انت حاولت معاه كتير، انا خلاص زهقت وما بقتش طايقه وعايزه افارق. اسمعيني يا بت، ربنا يكفيكي شر الفراق. بيقول ان الفراق صعب، لكن فراقنا احنا هيبقى صعب قوي. ربنا ما يكتبه عليكي، اظن انت فهماني. انا عمري ما اتكلم يا فتحي ولا اتجرأ اذيكوا. انت ما تقدرش تتكلمي. انت بنت جدع وبتحب اكرم، عشان كده انا عايزك تبقي جنبه، وموضوع الفراق ده انا هنساه خالص، ده لمصلحته ولمصلحتك. عشان كده أنا عايزك تلم حاجتك وتروحي بيت جوزك وربنا يهديكي. بس أنا يا فتحي كنت عايزة أفك نفسي معاك بكلمتين. قبل ما تفك نفسك لميها يا مرات أخويا. حاضر يا فتحي، حاضر. أنت عارف إن أنا ما أقدرش أرفض لك طلب. أنت ما تعرفش غلاوتك عندي قد إيه. أنت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد إيه. انت معزتك عندي معزة اكرم بالظبط. يلا حبيبتي، لما حاجتك وعلى بيت جوزك. سلام. مع السلامة يا أخوي. اوعك تقوليلي إن أنتي ناوية ترجعي للمكوس ده تاني. غصب عني يا أمّا. فتحي ده قادر مفتري، ولو ما نفذتش انت عارفة ممكن يعمل فيا وفيكي. ما انت اللي جبتيه لنفسك، ما كنتي شغالة والأشياء معدن والفلوس بتترمى من تحت رجليكي، ورجالة من وهدومهم كانوا يتمنوا الرضا ترضي، تقومي تسيبي ده كله وتترمي في حضن عيل عبيط مضيع كل فلوسه على القمار. محدش بيقول يا رب تعزني، كنتش عارفة ان ده هيبقى حالي. صدقت وافتكرت يا ما هنا يا ما هناك، قلت هيريحني من شغل الكباريهات وقرف الزباين وهيعمل لي كل اللي نفسي فيه. وهو طلع عويل ومرتجي، لا بتطولي منه لا ابيض ولا اسود، يا دوبك عايشه معاه بلقمتك. ترجعي له بقى بقمر تقيل. دخول الحمام مش زي خروجه ياما. سيبك منه يخبط راسه في الحيط. يا بنتي شوفي نفسك، ارجعي لشغلك في الكباريه، اعملي لك قرشين ينفعونا، ولا انت غاويه فقر. الحكايه مش سهله كده ياما. اكرم مش هيسيبني في حالي، هيفضل ينطيلي كل شويه وهيقرفني، ولو قدرت على اكرم فمش هقدر على فتحي. ده بقى مش هيرحمني بعد ما دخلت وسطيهم وعرفت كل حاجه عنه. يعني ايه يا بنت بطني؟ كشيتي وناويه تجيبي ورا؟ ناوية ترجعي للفقر والغلب ده من تاني؟
لو عليا انا زهقت وطهقت، بس اعمل ايه؟ مفيش حاجه في ايدي، لازم افضل اجاريهم لحد ما تجيلي الفرصه عشان اخلص منهم، وانا مامنه نفسي على الاخر. العمر مش بعزقه يا امه. ها ومعتز اعمل ايه دلوقتي؟ والله ما انا عارفه، وانا بشوفه ولا حتى بقعد معاه، هو اللي اشتغل مع جوز حضرتك حد يشوفه حتى ولا حتى يلمحه في البيت؟ انا عايزه اسالك، انت ومعتز اخباركوا ايه لما خدتوا العلاج الجديد؟ لسه الظاهر ربنا مش رايد لنا ان احنا نكون لنا اولاد، مع اني انا ومعتز كويسين ما فيناش حاجه، التحاليل كلها والاشعه بتقول كده، بس هنعمل ايه؟ دي اراده ربنا. حتى معتز بطل يتكلم معايا في الموضوع ده، مع اني حاسه بيه وعارفه انه هيموت ويكون ولد. المهم سيبك مني انا، سهى عامله ايه؟ زي ما هي يا حنان، تسعى على صراخ وعياط كوابيس، متوتره طول الوقت، عياط طول الوقت، اخرها امبارح شافت حلم وحش جدا، صحت تصرخ تعيط، طبعا ما نامتش غير بعد عذاب، وطبعا كالعاده ما راحتش المدرسه. لا الحمد لله صحيت وراحت المدرسه، بس للاسف كانت ساكته طول الوقت، حاسه بيها مش طبيعيه، زي ما تكون داخله في دور اكتئاب. يا نورهان ما انا قلت لك الحل وانت مكسله من زمان. لا موضوع الدكتور النفساني ده انا ما اقدرش اعمل كده. انت هتعملي يا نورهان زي الناس الجهله؟ دكتور النفساني زيه زي اي دكتور، وبعدين يا ستي انا اعرف دكتور شاطر كويس جدا، نروح له ونشوف هيقول لنا ايه. المساله واني اخد قرار زي ده مش بالسهوله دي. طارق، مشكلتي في طارق. ولزومه ايه ان احنا نقول لطارق؟ يا ستي نروح انا وانتي الاول ونشوف الدكتور هيقول لنا ايه، وبعدين نبقى نقول لسي طارق زي ما انت عايزه. ها قلتي ايه؟ هقول ايه بس يا حنان؟ بقول لك ايه، ما تسربعينيش، الموضوع صعب ومحتاج اخد فيه قرار بهدوء. ايه يا فتحي؟ عملت ايه؟ يلا خد عربيتك وروح على بيتك، هتلاقي مراتك هناك. انت بتتكلم بجد؟ وانا من امتى بهزر معاك يا؟ يلا انطلق. يا رب يخليك ليا يا فتحي، ما يحرمنيش منك. حبيبي مفتاح. اكرم. ايه؟ اسمع يا اكرم، أنا عايز أقول لك كلمتين. أنا عارف إن هما مالهمش أي فايدة ولا قيمة عندك، بس لازم أقولهم لك. سيبك من قمار يا أكرم، القمار هيضيعك ويضيعنا. حاضر، أنا خلاص يا عم طلقت القمار ده بالتلاتة، ده كمان طلع حرام وبيجيب الفقر. صحيح يا فتحي، بقول لك أخبار فلوس عملية امبارح إيه؟ خلاص هقابل الراجل قريب يا مسهل، بس يا ريت متأخرش عليا لحسن انا بحتضر ماديا. ايه ده؟ انت لحقت تفرتك القرشين بتوع العملية الأخيرة؟ أعمل ايه طيب يا فتحي؟ المصاريف ليها مليون باب، بتقفل باب بيطلع لك 10. ماشي يا حكيم زمانك، هي دي الحكمة اللي بتنقط من بقك دي. يلا انطلق، ولما تيجي الفلوس هكلمك انت وتربو وتيجوا تاخدوها. ماشي، سلامك. سلام. الو، ايه اسراك؟ لا لا اصل روحت متاخر امبارح. لا مفيش اي مشاكل، كله تمام. التحويل دخل في الحساب وانا معايا رقم التحويل والحساب. طيب تمام، نتقابل الليله الساعه 9 في نفس المكان.
يلا سلام. خمس كاس تشربيه الليلة عشان كده كفاية. الله انت مالك؟ ان شاء الله اشرب حتى مليون كاس وانت دافع حاجة من جيبك. انا مش قصدي. طب لو سمحت عايزة كاس دي. امرك. شكرا. امرك يا نسا. شكرا. ويسكي دبل سك. انا مش فاهم يا اخي ايه اللي عاجبك في المكان ده؟ مكان هادي وكل واحد في حاله. جبت لي رقم التحويل؟ جبت لي بقية الفلوس؟ ده شيك ب25% من قيمة العملية. والباقي؟ بعد الراجل ما يتأكد إن المبلغ دخل حسابه بقية حسابك هيبقى عندك. ايه يا جميل يا قمر؟ انت يا قمر ايه ده جميل؟ عايزين ايه؟ ايه اللي موقعك في الساعة كده لوحدك؟ ايه مش لاقي مفاتيح العربية ولا ايه؟ طب ايدك كده على الشنطة؟ اه ايدك يا حيوان، عايزين مني ايه؟ ايه اللي موضة دي؟ احنا كنا حلوين قوي. ايه يا ايه نزل ايدك؟ ولا انت بقى ما بتجيش غير بالعافية؟ لا ذوق ولا عافية يا ابو الرجالة. ما تتكلوا على الله بقى، ده حتى الدنيا مبردة وانت ما تلعبش بالحاجات دي عشان خاطر ما تعوركش. وانت مين انت يا عمنا؟ وايش حشرك اللي تدخل في الموضوع اساسا؟ انت جاي توعظ؟ بقول لك ايه؟ ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، كون سنين احسن لك. وان ما مشيتش؟ يبقى انت بقى كده يا باشا اللي جبته لنفسك، وهنلعب في وشك البخت. عندك حق. الطيب احسن. الواحد اتكل على الله. سلام عليكم. يا عمنا
يا ابو الشباب ليك شوق في حاجه تاني؟ خالص يا عمنا خالص. تكل يا دوس هلا اعرف سوا طول ما لك الدنيا كلها. ما تخافيش انا جاي اساعدك. امال في ايدك دي؟ لا 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 دي ما فيش حاجه خالص ما فيش حاجه. طمنيني عليك انت كويسه؟ ايوه كويسه. مامي انت كده هتعرفي تسوقي؟ ايوه هعرف اسوق هعرف. طب نزل ايدك. لا انا ما اقصدش حاجه بس انت بالطريقه دي داخله على حادثه. انا من رايي ان انا اوصلك وبعدين تروحي تنامي ولما تصحي وتفوقي تبقي تبعتي حد ياخد العربيه او انت تيجي تاخديها. ها فكرك كده؟ وبكده لا البواب ولا اي حد من الدوريه الراكبه اتعرف على المشتبه فيهم لما عرضنا عليهم المسجلين خطر. دي حتى عربيتي اللي ساعات يا فندم طلعت مسروقه من جراج على الصحراء من يومين. وتقرير المعمل الجنائي مفيش اي بصمات جديده لا في البنك ولا في الاسعاف. والله يا فندم انا مش عارف ايه بالظبط. الموضوع كل يوم بيتعقرب زياده. الا ما في خيط، خيط واحد نقدر نمسكه عشان نمشي وراه. واضح ان العمليه دي مش هتبقى سهله. ايه يا معتز؟ احنا من امتى يعني كنا بنمسك العمليات السهله؟ المهم نركز ونشوف شغلنا كويس. انا متاكد هنجيب اللي عملوا العمليه دي. انا عايز افراد الامن اللي في البنوك خصوصا البنوك اللي في الاماكن الهاديه يفتحوا عينيهم كويس قوي الفتره اللي جايه. لو شافوا اي حد بيحوم حوالين البنك يرصدوه ويتحط تحت المراقبه. وانا عن نفسي هتصل باللواء سليمان هطلب منه يعين لنا خبير كمبيوتر عشان نعمل عمليه بحث على كل الهاكرز ونشاطاتهم، واللي نشك فيه يتشد ويتحقق معاه. وبعدين بقى انت مش هتروح ولا ايه؟ احنا هنبات هنا؟ ليه ثابت كده؟ ثابت 12 يا الوقت سرقنا. طيب روحوا ناموا شويه بس بكره من بدري تيجوا عشان نكمل شغل. يلا صباح الخير. وانت من اهل من اهل القريه. ايه بقى؟ فهمني الراجل ده ما بيتعبش؟ ما عندوش حاجه اسمها راحه؟ ما فيش حاجه اسمها تعب؟ بيتعب لو خد يوم واحد راحه. وبعدين بقول لك ايه، انت هتقعد ترغي معايا لغايه ما نبات في المكتب هنا؟ يلا بينا عشان نلحق لنا ساعتين. يلا يلا ابو سيبك. متأكدة ان ده بيتكو؟ يعني هضحك عليك. طيب هتعرف تخش لوحدك ولا ادخلك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اي هبل وخلاص. انت اسمك ايه؟ هتفرق معاكي؟ ما انت هتصحي الصبح ناسيه كل حاجه. بس اهم حاجه ما تنسيش العربيه بتاعتك انت ركناها فين. ان شاء الله. صباح على خير. انت من اهله. Thank you.
اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ قلت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ شوية مشاكل في الشغل. طبعا ما هو الشغل اهم حاجه في حياتك، لكن تفكر تكلمني تطمن عليا تطمن على بنتي سهى؟ لا تعملش كده نورعيان. من فضلك انا جاي تعبان ومش شايف قدامي ومحتاجه انام، ممكن؟ وانا محتاجه لك، محتاجه اتكلم معاك. حاضر، بكره ان شاء الله. بكره طارق. يا معتز قلت لك كذا مره كلم طارق يخف شويه من الشغل، لحسن نورهان خلاص على اخرها من انشغاله عنها وعن بنتها. بقول لك ايه، طارق ده كلامه من دماغه، يعني انا لو كلمته هيسمع كلامي؟ احسن لنا نبعد عن المواضيع دي خالص، لحسن طارق يحس ان احنا بنتدخل في حياته الشخصيه. اصل بيني وبينك نورهان صعبان عليا قوي. ثانيه واحده. ايه ده فيه؟ بتعملي ايه يا مجنونه؟ برش لك من البرفان بتاعي عشان يبقى ريحتك حلوه. يا بنتي وانا رايح اتجوز؟ انا رايح الشغل. وماله لما تروح الشغل وريحتك كده تبقى حلوه؟ هو انت عايزهم يقولوا عليا ايه؟ اني مش واخده بالي منك ولا ايه؟ قطع لسان اللي يقول عليك كده يا عمر. مش وقته، هتبوظ الشياكه. يلا الاكل جاهز بره، خلص لبسك وحصلني. يا مالها دي؟ وراك يا جميل. كارما انت لسه نايمه؟ ايوه الساعه كام؟ الساعه كتير وحضرتك ما جيتيش، الاستاذ ياسر سال عليكي ولا مليون مره. يعني سال عليا اللي عايز مني ايه؟ يا سلام ولا حاجه، استاذ ياسر ده مدير القسم اللي احنا بنشتغل فيه، ده احنا داخلين على 12 يا بنتي وانت لسه ما جيتيش. طب معلش عشان خاطري علا، قولي للاستاذ ياسر انا تعبانه النهارده مش عارفه اجي الشغل، لو سمحتي قدمي لي على طلب اجازه وقولي له ان شاء الله بكره من نجمة هكون موجودة. كارما انت كويسة؟ صوتك مش عاجبني خالص، هو في حاجة ولا ايه؟ مفيش حاجة ولا انا كويسة بس تعبانة شوية، ايه في؟ ما تنسيش بس انت تقدمي لي على الطلب ماشي؟ طيب طيب ما تشيليش هم، المهم انت خدي بالك من نفسك وتعالي بكره المكتب ويا ريت ما تتأخريش، ما تروحش عليكي نومة تاني. حاضر حاضر يا علا حاضر. ماشي حبيبتي، يلا. سلام. مع السلامة. مع السلامة. ايه ده؟ تقولي بحاجة تانية يا فندم؟ متشكرة قوي يا أمينة. صباح الخير يا مهند. صباح الخير يا طارق. أمال سهى فين؟ سهى فطرت من بدري وراحت المدرسة. طب هي عاملة ايه النهاردة؟ أحسن؟ مهتم؟ عايز تعرف؟ أصل أنت معذور، أصل سهى مش بنتك. إيه الكلام الفاضي ده يا نورهان؟ على فكرة أنا لو مخلف بنت مش هحبها أكتر من سهى. من فضلك بقى الكلام ده ما اسمعوش تاني، مفهوم؟ غصب عني يا طارق، أصل أنت طول الوقت بره البيت ومشغول عننا. شغلي يا نورهان، انا ضابط بوليس هعيش واموت وانا ضابط بوليس، وانت جوزتيني وانا كده. ممكن افهم بقى بعد 5 سنين جواز ايه اللي حصل عشان تقولي الكلام ده؟ البنت حالتها بتسوق يوم عن يوم، بنت محتاجاني ومحتاجاك اكتر من اي وقت تاني. انا شايفاها تعبانه ومش قادره اعمل لها اي حاجه. معلش ازمه وهتعدي، وانا متاكد ان سهى هتبقى بخير ان شاء الله. طب شوف، أنا امبارح قابلت حنان في النادي وقالت لي إن في دكتور نفساني ممكن يشوف سهى، ممكن ناخدها نوديها وأكيد هيساعدنا. تاني يا نورهان؟ هنرجع تاني لموضوع الدكتور النفساني ده؟ البنت بتضيع مني يا طارق، وأنا واقفة بتفرج مش قادرة أعمل لها أي حاجة. نفسي بنتي ترجع لي تاني. قلت لك قبل كده يا نورهان الدكتور النفساني ده تنسيه.
سهى مش محتاجة تروح للدكتور نفساني، وزي ما قلتلك أزمة وهتعدي. يا طارق أنت مش حاسس بينا، الأزمة كل مدى بتزيد، وأنا بنتي شايفاها قدام عينيا بتضيع مني ومش قادرة أعمل لها أي حاجة. نورهان الكلام في الموضوع ده انتهى، سهى بنتي ومصلحتها تهمني أكتر من أي حد، انسي موضوع الدكتور النفساني ده خالص، ما اسمعش الكلام ده تاني. أنا اتأخرت على الشغل. سلام. الو. ايوه يا حنان، خدي ميعاد من الدكتور بتاع سهى النهارده بعد المدرسه.